في جزء يعني في جزء في الثقافة المصرية في المجتمع المصري على كل على امتداد المئة سنة اللي فاتت، هم 94 سنة بالظبط، كان في حاجة اسمها باتا، الجزمة الباتا. الجزمة الباتا اللي هي أصلا نوع من أنواع الجزم، هي بدأت في إيطاليا وبعد كده أعتقد بقت ليها مصانع في دولة من دول المعسكر الشرقي، مش فاكر فين بالظبط، يعني تبع في الستينات والخمسينات وفي التشيك، وبعد كده بقى المصنع ده بعد ما تم تأميمه في مصر وبقى موجود من سنة 94، من 94 سنة لغاية النهاردة، وباتا موجودة، لكن باتا وفقا للي خرج من وزارة قطاع الأعمال العام خلاص توقفت عن إنها تبقى موجودة، وتم دمجها بشكل مباشر في شركة المحاريث والهندسة. اللي أنا عارفه إنه باتا متوقفة من سنين، مش عارف كام سنة بالظبط، عن الـ الإنتاج. لكن هل كان في بدائل تانية؟ هل كان في من الممكن مثلا إعادة إحيائها، تجديدها، إنها تستمر في إنتاج المنتج اللي هو زي ما قلت لحضراتكم جزء من ثقافة المصريين على مدى الـ 94 سنة اللي فاتوا؟ أستاذ منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، برحب بحضرتك معانا يا فندم. أهلا بيك شريف بيه، أهلا بحضرتك فندم. هل كان في أي حل تاني إنه باتا ما تروحش شركة المحاريث الهندسية؟ وليه المحاريث الهندسية؟ يعني سؤال من شقين. تمام يا فندم. هو حضرتك تم دراسة جميع البدائل والحلول من خلال لجنة متخصصة ضمت خبراء من الشركة القابضة وخبراء من الخارج عشان إيجاد أي حلول أخرى بدلا من الدمج. توصلت اللجنة دي في إطار طبعا خطة عامة لإعادة لتطوير الشركات التابعة وإعادة الهيكلة ودمج الأنشطة المتشابهة في الشركات، انه يتم توصلت اللجنه دي انه يتم دمج الشركه باتا اللي هي كانت في الوقت ده منذ يعني في عام اللجنه دي تم تشكيلها في اخر عام 2021. طيب كانت الشركه في الوقت ده بتشتغل نشاط تجاري فقط، ما كانش فيها اي نشاط صناعي. ففي اطار ان هي بتشتغل بتمارس نشاط تجاري. نشاط تجاري يعني بتعمل ايه؟ يعني بتبيع وتشتري، بتعرض منتجات الغير في فروعها. يعني بتشتري أحذية وتبيعها، ما بتنتجهاش، وتبيعها في الفروع ما بتنتجهاش. تمام. عشان توفر نفقات الفروع. فبالتالي كان في شركة أخرى وهي شركة المحاريث والهندسة بتعمل في ذات النشاط اللي هو نشاط توكيلات معتمدة، استيراد من الخارج، بيع وشراء، عندها طبعا ورش لتجميع الجرارات والمحاريث وما الى ذلك. فارتقت اللجنه دمج شركه باتا. بس هم ما لهمش اي علاقه بصناعه الجلود او الاحذيه اللي هي المحاريث والهندسه. انا بتكلم على النشاط، اللجنه لجنه فنيه بتتكلم على دمج نشاطين متشابهين يستغل فروع الشركة الأولى اللي هي بتشتغل تجارة في الشركة الثانية اللي هي المحاريث والهندسة اللي هي بتنتج وبتجمع وعندها نشاط صناعي وعندها استيراد وبتعرض وتبيع ومحتاجة لفروع. هي بتنتج معدات وماكينات زراعة، صح؟ تمام يا فندم. فحضرتك بتقول ان دلوقتي الفروع بتاعت باتا يتعرض فيها بقى الجرارات والمكن والمعدات الزراعية. ده يا فندم كان رأي اللجنة الفنية اللي تم تشكيلها. اللجنة رفعت تقريرها للجمعية العمومية الغير عادية اللي اجتمعت في 20/3/2023 وقررت دمج الشركة في شركة المحاريث والهندسة. ليه قررت دمج الشركة؟ هي قالت مجموعة من النقاط. قالت النشاط الصناعي توقف في باتا واثبتت ده. قالت ان شركه المحاريث والهندسه بتعمل في نفس النشاط. قالت ان شركه المحاريث والهندسه بتحتاج لفروع في اماكن مميزه في محافظات لعرض انتاجها. قالت ان الدوله في توجه بالتوسع
في النشاط الزراعي واستصلاح الاراضي والمليون فدان وحضرتك. فهي شركه المحاريس والهندسه هتستفيد بتعدد وتنوع وانتشار فروع شركه باتا. تمام يا فندم. طب شركه باتا بقى كان فيها كام عامل وهيروحوا فين؟ عمال. الدمج يا فندم، ان الشركه اللي تم دمج شركه باتا فيها اللي هي المحاريس والهندسه بتتحمل كل مال الشركه اللي تم دمجها وما عليها، بعمالها، بفروعها، بفروعها المؤجره. انت عارف حضرتك كان فيها حوالي 85 فرع. هي عندها 85 فرع، منهم 10 فروع بس ملك. وكان فيها كم من الموظفين والعمال؟ في الوقت اللي تم فيه عمل اللجنه. ايوه. الباقي الافرع ايجار، كان فيها حوالي 30 فرع بيتم ادارتها بشراكه بمعرفه الغير. بالنسبه للمخازن كان في احتياج حوالي 24 مخزن، منهم 2 ملك بس. العدد العماله انا ما عنديش رقم العمال اللي كانوا موجودين، بس كل العاملين الموجودين في باتا هيتنقلوا لشركه المحاريس والهندسه. تمام يا فندم، تمام يا فندم. فبالتالي تم نقل الشركه المتشابهه في النشاط لشركه المحاريس والهندسه. طيب يا فندم، انا عندي سيادتك زي ما حضرتك عارف وثيقه سياسه ملكيه الدوله، اللي هي بتحدد المجالات اللي هتخرج منها الدوله والمجالات الاستراتيجيه اللي هتبقى فيها الدوله، وبتحدد وبتوجه انه يتم افساح المجال ودعم القطاع الخاص ومساندته. اي يعني طب ده علاقته ايه بدخول باتا في المحاريس؟ دي سياسه عامه. لا ده ملوش علاقه، انا ملوش علاقه باتا بالمحاريس، احنا وقفنا فيها دلوقتي خلصناها. تمام. باتا والمحاريس دي لجنه عملت توصيات تم عرضها على جميع. بس ده ملوش دعوه بوثيقه ملكيه الدوله. بالظبط يا فندم، انا بكلمك على توجه عام. بشكرك يا فندم وشكرا لتوضيح حضرتك، شكرا جزيلا على وجودك وعلى التوضيح. الاستاذ منصور عبد الغني المتحدث باسم وزاره قطاع الاعمال.